الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قال سبحانه وتعالى في الآيات الأخيرة من سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلى آخر الآيات. هذه الآيات تتكلم عن بعض منكري البعث، الناس اللي أنكروا البعث يوم القيامة، زي ما ربنا قال عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فجاء رجل كما جاء في التفسير، تفسير البغوي وابن كثير وغيره، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو العاص بن وائل السهمي، وقيل هو أمية بن خلف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وداري جادل وفي يده عظم من الرفات، عظم بالي قديم، ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف يحيي الله هذا بعدما أرم؟ يعني ده بعد ما بقى تراب. تاني قال له: يرجعه كيف؟ فنزلت الآية، ربنا قال: وضرب لنا مثلا، أي ضرب مثل بالعظم، قال يا خلقه ونسى إنه خلقه من الأول أصعب من إعادة هذا العظم. كون العظم ده يرجع ده أسهل من الخلق الأول. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان المقصود هنا آدم عليه السلام، ربنا خلقه من سلالة من طين، من تربة الأرض. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق آدم عليه السلام من تراب أخذ من جميع الأرض، تراب من أرض حمراء وأرض سوداء وأرض بيضاء وغيرها، أخذ التراب من جميع الأرض. قال: فكانت ذريته منهم الأحمر ومنهم الأبيض وغير ذلك. نحن جينا بألوان مختلفة مع أنه أبونا واحد، آدم عليه السلام. وربنا خلق منه حواء: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، الضلع القصيرة، الضلع اليسرى، ربنا خلق منها حواء. وجاء في حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت المرأة من ضلع، يعني من ضلع آدم، من ضلع أعوج. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته. أصلا هي مخلوقة من ضلع ملوي، عشان كده ما بتتعدل في أي حاجة، ما بتتعدل لك المرأة. أنت تقول لها: مرأة يا أخي، ما في داعي للف والدوران، خليك دغرية. ما تبقى دغرية، كله مش مرأة هي كده. أصل ده برنامج، فلا تزال عوجاء في صفاتها، عوجاء، لأن المرأة عاطفية بتهتم بالأمور العاطفية وممكن تحلل أي حاجة بحسب العاطفة بتاعتها هي. كويس؟ أنت لو جيت مرقت منها البيت بهدوم وجيت راجع بهدوم تاني، الله يحلك بس ثاني. مشيت وين؟ وغيرت وين أنت؟ والهدوم أو الريحة دي جبتها من وين؟ يا مرة في شنو المشكلة وين؟
غيرتها في السوق يلا بيت انشرطت غيرتها. لا 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 تبقى في بتحلك. فخلقت من ضلع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا بهن على عوجهن. خليه على عوجه بس ومشي حياتك وربي ولاداتك والعمر الله كاتب لك في الدنيا دي عيشه لحد ما يوم القيامه اما الله اداك واحده عديله من الحور العين عديله دي كمان والذي ذات عدلوا لك ما كان خايف منها دي كان بقت مؤمنه وانت مؤمن بتجيك وبتتعدل عملها تعديلات كلها داخليه وخارجيه. ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ما في مشكله هناك لا في نقه فهمت لا في مشاكل من الصباح جيب لنا ده ما في هناك. واحد مره قال لي تاني قلت لهم هناك مرتك دي تخير لو عرست اكثر من راجل بعدين بتخير بيناتهم تختار الاحسن اخلاقا منهم. قال لي تاني يا مولانا شكلها دي عصره وعصر محترم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت من ضلع دي اصلا مخلوقه من ضلع واعوج. ابن حجر قال فان ذهبت تقيمه معناه شنو؟ لو دار تصلحه بينكسر. اصلا انت لو اديتك ضلعه ملويه كده مطة عديل ما بتتعدل ينكسرت. قال وكسرها طلاقها. كان دار تصلحها بتكسرها والكسر بتطلقها انت. فآدم عليه السلام ربنا خلقه من تراب وخلق حواء من ضلع آدم. ولهذا العلماء قالوا لما خلق آدم من التراب كان أميل إلى التراب للدنيا يعني الراجل هم كله في القريش. أي بني آدم راجل ذكر ده هم القروش بوين بس برنامج مع القروش. والمرأة موضوعها كله مع الراجل لأنها مخلوقة منه بس الراجل. تقول لي دايرك وتعالي وابوي بيحلك وابوي شنو وشنو تعال بل عندك وابوي بسندك وتعال بس داير الراجل ده فهمه معاه. والرجل فهمه مع الأرض ومع الثروة يقول لك عندي أرض هناك واشتريت لي قطعة جديدة وعندنا حواشات هناك ويمشي قالع وشغال محاكم. يقول لك عندنا حبوبة لينا زمان حبوبة قديمة كانت عندها حواشة ولا نطع ولا بتاع ماشي ساكي الورثة بتاعته دي ما بخليها كويس. ولهذا العلماء قالوا انت لو في برك لوالدينك ابوك ده عصر لي على القروش مش دار تبر ابوك ما تجي تقعد ابوك لا ابوس رجلك يا ابوي ابوسه دي ما بتحلك مع ابوك. اطلع يا زول جيب القروش ابوك دار قروش تديه والله يقول لك والله يا ولدي انا عافي منك والله يا رضيان عنك رضا من اللي هنا لسه حاب ادفع الابو دار قروش والام دي بعد ذاك ممكن تجي انت وتقول لها كده وابوس رجلينك وشنو. المهم احنا مشينا بعيد نرجع نقول يا اخواننا خلق ادم ربنا قال ولقد خلقنا الانسان ده ادم عليه السلام من سلالة من طين. ربنا خلقه من طين عشان كده ربنا قال ان مثل عيسى عند الله كمثل منو؟ ادم خلقه من تراب طوالي مباشر من التراب. طيب اما ذرية ادم قال ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين اها ثم جعلناه. الكلام هنا عن ذرية ادم. نطفة. النطفة هي نقطة الموية بتاعت الراجل والمرأة الاثنين لما تتلم مع بعض اسمها نطفة. في قرار مكين وهو الرحم كويس. داك هناك لما جاء قال من يحيي العظام وهي رميم. العظم ده اللي بيرجع منه. ربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي شنو خلقه. نسى انه ربنا خلقه من اهون من العظم ده اهون من العظم ده. ربنا قال الم نخلقكم من ماء ماله مهين. ربنا سماه مهين عشان يوريك انت جاي من وين ذاتك ما تتفنطع ساي. واحد تلقاه ماشي في الشارع والله في ناس انت تشوفهم والله تقول الواحد ده خلق رقبته براو. تلقاه بتنقز في الشارع وماشي تقول عنده شكوبزرات في الشارع ماشي. يا زول انت بتنطط كده مالك تقال نفسك شنو انت. ربنا قال الم نخلقكم من ماء مهين
فجعلناه في قرار مكين جوا الرحم. خدتاك ربنا جوا الرحم بتاع أمك أنت عبارة عن نقطة بتاعت موية 40 يوم عشان ما تنسى تاني عشان تتذكر. قال ثم خلقنا النطفة علقة 40 يوم، ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد كل المراحل دي وتعبان وانت قاعد جوا بطن امك فهمت، وامك يمشي يفتش لها في الطماطم ودار خضره والليله يجيبوا لي كول ودار لي بصله ودار ما عارف شنو عجوره، تصحيك الساعه واحدة صباحا تقول لك دار لي دومه، يا مره دومه يلقوا لك وين في الليل ده؟ تقول لك دومه بس. يا زول تمشي انت المسكين تفتش الدومه وصاحبك ذاك بيقول راجي الدومه دايره باب دومه جوا ذاك فهمت؟ بعد كله يطلع برا يبقى بني ادم يطلع يفتري على الله ويفتري على ابواته الاثنين دول يفتري عليهم. عشان كده ربنا لما تكلم عن النقطه دي قال ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. اشكر لله لانه خلقك، واشكر لوالدينك لانه تعبوا فيك. طيب تقول له دبك بعد ذاك وتقول لابوك الحاج ده والله كرهنا ذاته الحاج ده بالله يا اخي الحاج ده. طب تتذكر زمان امك وحمانه بيك كرهت ابوك الواطه ذاته وانت جاي تفتري عليه تاني تقول الحاج ده؟ فالاخوان الاساءه للوالدين اساءه لربنا سبحانه وتعالى، لانه هم سبب في ولادتك وربنا خلقك سبحانه وتعالى. ذاك المشرك العاص بن وائل ولا اميه ده بيفتري على ربنا ذاته قال ها من يحيي العظام وهي رميم. شوف الجواب كيف، ربنا مش قال له بس بيحييها، لا انا داري اديه جواب يعجزه هو ذاته. قال ها خليه يتذكر، خليه يتذكر زمان، قال يحييها الذي انشاها اول مره. الليله يا اخواننا نحن كسودانيين عندنا ميكانيكيه كتار، محل ما تجيب في عربيتك ولا الركشه بيصلحوها لك، اي نوع عربيه بيصلحوه، اي ركشه بيصلحوها موتر غيره، لكن ما عندنا ولا عربيه بيصنعوها في البلد دي صح؟ ما بنصنع عربيه نحن، ممكن نركبها تركيب في جهات هناك، ده تركيب بنركبه بنجيب قطع الغيار بنركبها، لكن صناعه نحن هنا ما عندنا. ليه؟ لانه الصيانه اسهل من الصناعه، وده المثل اللي ربنا ضربوا لذاك لما قال من يحيي العظام. هو ما دام عظم كونه يترمم ويبقى بني ادم تاني اسهل من شنو؟ اسهل من الخلق الاول. عشان كده ربنا ضرب له مثال بالخلق الاول، قال لي اولا ما خلق ربنا قبل ما تكون اي حاجه ربنا هو اللي خلقها، ما يقدر يرجعها تاني؟ بلا شك يقدر يرجعها تاني. طيب ربنا طوال ادانا مثال تاني داير يقنع مثل هذا المشرك انه كيف ربنا برجع الخلق. قال الذي جعل لكم من الشجر ياتو الاخضر نارا. بالله شوف الكلام ده كيف، الشجر ده اصلا جاي من وين؟ جاي من مويه. ربنا يقول وانزل من السماء ماء، وانزلنا من السماء ماء فانبتنا به جنات وحب الحصيد. ربنا نزل مويه من السماء، المويه دي قومت شجره، ومعروف انه المويه ضد النار، والمويه والنار ما بيتلموا. ربنا من قدرته يعمل لك من المويه نار. ها الذي جعل لكم من الشجر الاخضر، تشوفه مفرهد ومليان مويه، ده انت يوم من الايام حيبقى عود تحك العودين مع بعض عشان تولع نار. قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بعدين ربنا وراهم إنه الموضوع ده سهل جدا عنده، قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انتهى الموضوع. كفار قريش اللي اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ديل
وأنكروا البعث والقيام يوم القيامة أنكروا تماما. كفار قريش ديل ربنا توعدهم بالنار، يلا انتبه، لإنكارهم البعث نمرة واحد، ولأنهم جعلوا لله سبحانه وتعالى أندادا في عبادته. والذين أنكروا البعث من كفار قريش ما كلهم، في واحدين ما أنكروا البعث، في واحدين مؤمنين بالبعث، في واحدين أنكروا. طيب، وبالتالي يا أخواننا نحن نفهم أن حجج القرآن، الحجة الموجودة في القرآن هي أقوى حجة. والناس الليلة دارين يناقشوا، وأنا دايرك تركز معاي وخاصة الأيام الجاية ركز في المواضيع دي كويس. الناس الدارين يناقشوا ويطعنوا في الدين الإسلامي من العلمانيين والمرتزقة والمجارمة، ده اللي في ناس عندهم رأي في الدين كله، وحيجوا يناقشوك في مثل هذه المسائل. فمن النقاش الجميل العقلي، والنقاش القرآني ده أقوى منه ما في، لو دار تناقشنا في القرآن تعال إحنا بنناقشك، علماني ما علماني، عندك رأي في ديننا؟ نحن جاهزين، لأن ربنا ما نزل لنا دين مهزوز ولا دين ناقص ولا دين متناقض ولا دين بيحتاج إحنا نبرر له. الدين ده كامل مكتمل، إلا بعد ذاك يبقى نحن ما عندنا المعلومة. طيب، واحد من منكري البعث ناقش له واحد قسيس نصراني، النصراني في حتة إثبات البعث ده خير من ذاك من الشيوعي الكافر. الشيوعي بيقول طبعا ما في بعث بعدين يوم القيامة، وبقولوا الموت ذاته دكسة بس، كونك تموت معناه دقسة، يعني لو عملت حسابك ما بتموت، شد حيلك وتعمل حسابك ما بتموت. ده المواهيم ديل بالله كويس، ده الناس مواهيم وأمخاخهم دي مليانة كلها بالبنجو، فهمتها؟ مليانة كلام فارغ. ونحن إن شاء الله حلقاتنا دي مدورة، تفتح الجامعات عندنا معهم شغل تاني، إحنا في الجامعات ما هم قالوا حرية والرأي والرأي الآخر كويس، انت اعتبر كلامنا ده احنا ذاته من باب الرأي الآخر. شفت الآخر دي؟ احنا بننظمك بقى نظام شديد، ما عندنا مشكلة، نفسنا طويل وبالنا طويل وجايينك. طيب، الملحد اللي بينكر البعث قام داك ناقشوا النصراني، كفاية كده النصراني ناقشوا، فقام قال له يا أخي نفرض جدلا، فرضنا جدلا إنه ما في بعث يوم القيامة، إحنا بنموت بنرقد تاني ما بنقوم. طيب، والفرض الثاني إنه في شنو؟ في بعث والناس حتقوم وتتحاسب. بالنسبة قال لي الفرضية الأولى كونه بعث ما في ونحن بنرقد، قال لي أنا ما بتضر أي حاجة، كونه أنا آمنت إنه في بعث لو طلع ما في أنا بتضر بحاجة؟ أنا ما متضرر، كونه آمنت إنه في بعث وطلع في النهاية إنه شنو؟ إنه ما في، على الفرضية دي قال لي أنا راقد وأنت راقد ما متضررين بشي. طيب، الفرضية الثانية افرض انه في بعث، انا حاكون ربحان وانت شنو؟ وانت خسران. اذا في الحالتين المؤمن بالبعث شنو؟ ربحان في الحالتين، وداك بيكون خسران وحتدقس، والله تدقس دقسك. ربنا قال ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. اللي قومنا منو؟ الملائكة تقول لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وما دام في حساب، ما دام في بعث بعدين يوم القيامة، البعث ده لابد يكون من ورائه غرض. ربنا ما خلقنا عبث، ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما ممكن ربنا يخلقنا ونعيش في الدنيا دي وينزل لنا كتاب ويرسل لنا الرسول ويأمرنا بأوامر وينهانا عن نواهي وبعدين نبعث يوم القيامة سدى من غير حكمة؟ أبدا ما ممكن. طيب، ما دام في حكمة
وفي سؤال، اذا كلنا نعمل حسابنا يا اخواننا، لانه الرحيل 200 ما معروف. انت عارف بطرح ال 200 الموت ده الوحيد اللي ما معروف، ما بتعرف اي حاجه. انت الان في امتحان شغال في دنياك دي، الاختبار مفتوح ومكشوف، امتحاننا مكشوف ما زي امتحانات الدنيا. بتكون داخل على الامتحان بيحطوا لك الورقه قدامك، انت ما عارف السؤال شنو وما عارف حتجاوب ولا لا. لا، امتحان الاخره مكشوف معروف، عندك ثلاثه اسئله حتسال عنها. من ربك؟ ده التوحيد. توحيدك لو نظيف ما عندك لولوه، ما عندك فكي ولا قبه ولا غبر ولا زول بتعبده ولا زول بتتوكل عليه ولا مربط لك حجبات ولا بتحلف بغير الله ولا غيره، توحيدك نظيف نجحت في السؤال الاول صح. اثنين، ما دينك؟ انت عبادتك لربنا كيف، صح ولا غلط؟ بتعبد الله صح ولا غلط؟ اركان الاسلام الخمسه وين؟ تعملها ولا لا؟ برك لوالدينك وين؟ غير من الاعمال دي نجحت فيها صح. الثاني، ثلاثة، من نبيك؟ انت علاقتك في الدنيا، الموضوع ما موضوع يا اخواننا، سؤال انت بتجاوب بمعلومة. انتبه، الاجابة ما معلومة بتقولها. لو معلومة كان كفار ذات حفظوها. ها؟ أول ما يسألون في القبر يكون حافظها. طوال يقولها، هي ما معلومة، هي عمل. عملك في الدنيا كيف؟ علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ لما يقول لك الحديث رأيك شنو انت؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت فاهمك شنو؟ بطوالي بتعمل بيه ولا بتقعد تقول لكن والله يخدم كلام قديم 14 قرن ما ممكن يا اخي، احنا اتطورنا انه يعني احنا لسه قاعدين في الخيمه دي، ما زادت زمان ما كان خير من دي ولا احنا كسودانيين يعني، انا ما بتكلم عن الناس التانيين، ممكن ديلاك يكونوا اتطوروا، لكن احنا السودانيين والله قريبين، فرقتنا بسيطه بين الجاهليه والسك. المهم كده ده موضوع تاني خلوه. انت كيف فهمك تعاملك مع الاحاديث كيف؟ في بيتك كيف تتعاملوا بالسنه؟ لما انت تخطوا سنة التلك اللي قدامكم بتقول للاولاد قولوا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لما ولدك يجي داخل بتعلم وتقول له قول السلام عليكم لما تخش البيت. لما انت ذاتك ان شاء الله ذاتك قبل ما تجيب الولد، لما رقدت مع المراه قلت السنه ولا رقدت ساهي بس بالعافيه بس. في سنة بيعملوها من العريس، وسنة بيعملوها دخلت البيت، وسنة دار تخش الحمام، وسنة كده، ده كلها سنن. انت علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ علاقتك تمام؟ بتجاوب. دي الأسئلة الثلاثة اللي انت بعدين بيسألوك عنها. فهمت كلامي؟ إذا يا اخواننا نحن الامتحان بالنسبة لنا مكشوف. الامتحان مكشوف، لكن الما مكشوف بالنسبة لنا شنو؟ متى ينتهي وقت الامتحان؟ لما تكون انت قاعد في الجلسه بتاعت امتحان الشهاده، المراقب بيقيف ولا كبير المراقبين يقول لك مضى نصف الزمن، دي ما في. نحن في الدنيا دي ما عندنا. ولا يقول لك تبقى من الزمن ربع ساعه، ما في. انت تبقى لك كم؟ ما معروف. في اي لحظه ممكن تموت، عشان كده خليك مستعد انت. في اي لحظه من اللحظات انه روحك دي لو مرقت، انت تمشي لربك عديل مستقيم. أسأل الله لي ولكم العافية والسلامة، السلام عليكم ورحمة الله.